السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة قصص وحكايات أول المغرب. أولا جمعة مباركة، ونبدأ الحلقة ديالنا ديال اليوم بالصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حلقتنا اليوم سيادي الكرام غادي نبداوها من مدينة الدار البيضاء. هاد المدينة هادي غادي يجي لها واحد النهار واحد السيد مع واحد السيدة، وبين أن مغرب على المنطقة أو على هذه المدينة كاملة. المهم جاو كيف تشوفوا كيسولوا على شي دار الكرة اللي حتى لقاو في واحد الحي عادي، ما هو شعبي ما هو راقي، حي متوسط اللي بغينا نسميوه. غادي لقاو واحد السيد، هذا السيد هذا كان راجل كبير نسميوه الحاج. هذا الحاج هذا كانوا عنده شي ثلاثة ديال الديور في نفس الحي، غير تمايا دار ساكن فيها مع مراته وولادو وجوج خاوين كيكريهم. المهم الحاجة تلاقى مع هذا الراجل مع مرا، تلاقاو بيه تفاهموا على الكرام، سبقوا لي واحد شهرين ديال التسبيق ودخلوا سيكانهم وحوايجهم. المهم سلمهم المفتاح ومشى في حالته، كما قلنا هو كيسكن غير تما في الحي والناس كيعرفوه. ما عليناش، داز النهار الاول، النهار الثاني، النهار الثالث، غادي يجي واحد السيد كيعرف الحاج وكيعرف هذيك الدار اللي كراها مؤخرا لهذاك الراجل ومرا. معليناش، هنايا كيما قلنا جا هاد السيد هذا جا عند الحاج، قال لي وا الحاج، قال لي واش تا هاديك الدار كريتها ياك؟ قال لي اه كريتها، وراه ساكن فيها الراجل مع مراتو، ماله ياك ما واقع شي حاجة؟ قال لي اصاحبي، قال لي راه البارح بالليل مع جوي هاديك العشرة بحال ما هكاك راني دزت من تما، وراه بان لي الباب محلول. قال لي ولا كان الباب محلول غادي يكون السيد حل الباب يتنفس ولا شي حاجة يضربوه هو. قال لي لا، لأنني دزت مع عشرة مشيت قضيت شي غارات ورجعت مع جوي 11 ونص بحال هكاك، وقال لي الباب باقي محلول. مجيت في حالتي لداري نعست، واليوم مع الصباح قال لي الباب باقي محلول نفس الوضعية ديالو، ان الحاج دخلوا الشك ويجي معاه. جا نيت كيلقى الباب محلول في نفس الوضعية اللي وصف لي هذاك الجار اللي كيعرف الحاج كما قلنا. بقى كيشوف كيعيط كيعيط، السي عبد الوهاب السي عبد الوهاب، هذاك مول اولا هذاك السيد اللي كرا كان الاسم ديالو عبد الوهاب. والو ما كيجاوبو حتى شي واحد. قال لي عطيه شنو؟ قال لي خاصنا ندخلو. المهم دفع الباب هذاك الحاج ودخل مع هذاك الجار، دخلو اللي حتى كيلقى هذاك عبد الوهاب المقتول وسط من الصالون غارق وسط الدم ديالو. تخلع تخلع هاد الحاج هذا، قال لي والو غتمشي معايا للكوميسارية، انت راك شاهد على هاد القضية هادي. المهم قال لي لا ما لا، قال لي والو غتمشي معايا انت شاهد على الشهادة وباش تفرقني حتى انا. قال لي صافي. المهم مشاو بجوج بهم للكوميسارية. هي هذيك الناس الدائرة جاو معاهم في هذاك الصباح، كان صباح بكري، جاو كيدخلوا عاودوا لي الناس ديال كيفاش بانهم راه الباب كان محلول من البارح في الليل حتى الصباح. دخلوا الشك، دخلوا لقاو السيد مقتول كما قلنا، البوليس دخلوا كيلقاو الجثة تاع داك السيد الكاري، وكان غير بوحدو. ما عليناش، هنايا البوليس اول حاجه داروها علموا النيابه العامه، النيابه العامه عطاتهم اوكي باش يبداو التحقيقات. جات الشرطه القضائيه، جات مسرح الجريمه، المهم الطوقات القضائيه، وبداو في الابحاث القضائيه ديالهم. مسرح الجريمه كيفاش لقات الجثه تاع السيد هذا اللي كاري عند الحاج؟ لقاو اولا لابس حوايجه، يعني لابس الملابس تاع الخروج تاع الزنقه، ماشي الملابس تاع الدار، والسيد باقي صباطو. هادشي هذا كيبين حاجه وحده، هو انه ملي دخل من الباب تبعوه شي وحدين هجموا عليه صفاو عليه مزيان، وطايحين حدا شي اكياس او البلاستيكات فيهم الخضره فيهم الخبز فيهم شي الحيمات، يعني السيد كان مقضي وداخل الدار مزيان. حاجه اخرى كيدخلوا البيت الناس كيلقاو مقاد منظم، هو هذاك كيلقاو في المال واحد المبلغ ديال 17000 درهم، كيلقاو كلشي هو هذاك السيد مقتول قدام الباب. هنايا استبعدوا البوليس فرضيه ديال السرقه، قالوا هذه صفيه حسابات، الناس تابعينه هجموا عليه ما دخل المحل وهجموا عليه صفوا عليه مزيان. ولكن مول الدار كيقول لي مول الدار انا كريت ليه راه مع مراته، ولكن فين هي مراته؟ ما يمكنش. قالوا هذاك الحاج قال لي واش تنأكد داك كريت ليه مع مراته؟ اه يا سيدي انا على الشيطان، انا كريت ليه مع مراته، راه هو وياها جاو عندي وسبقوا ليا شهرين تسبيق ودخلوا بجوج بهم، دخلوا سيكانهم. ولكن هنا البوليس يعني الشرطه القضائيه ملي كيبحثوا في هذوك السيكان والبواليز اللي كاينين تما ما كيلقاوش حوايج ديال العيالات او الحوايج تاع شي مراه ولا شي حاجه، لا كيلقاو غير الملابس الرجاليه.
غير الحوايج تاع هذاك السيد المقتول فقط، بحال ما كاينش الحس تاع شي مرأة كانت تمايا بتاتا. دخلهم الشك البوليس. المهم هزوا هاد السيد هذا الجثة هذه الدواء المستودع البلدي للأموات باش الطبيب الشرعي يقول التقرير ديالو. هاد السيد هذا شكون؟ هذا اللي مقتول. هذا بناء على الأوراق اللي لقاو تما في الدار، يعني لاكارت ناسيونال والوريقات التوبوسية ديالو، لقاو بأن سميتو عبد الوهاب فعل النيت، وفي عمرو 49 عام، وماشي ولد مدينة الدار البيضاء أصلا، ولد مدينة مكناس. المهم خاصهم البوليس يعني انتقلوا لمدينة مكناس. ولكن دابا المرأة اللي كانت معاه فين مشات؟ واش هاد الحاج كيتهيئ؟ واش هاديك مراته؟ واش واحدة أخرى؟ واش اللي صفات لي وهربات؟ الله أعلم. المهم البوليس بقاو شادين هداك الحاج مع هداك الراجل اللي جاب اللغ معاه، حقو معاهم مزيان، طلعوهم هبطوهم، ألقاهم علاقة لهم بالجريمة. المهم بقاو على ذمة التحقيقات، يعني كيمشيو ويجيو، ما متعقينش ولكن كيمشيو ويجيو كيدليو في الأقوال ديالهم، وقت ما بغاهم البوليس ما عليناش. هنايا مشاو لمدينة مكناس كيسولو على هاد عبد الوهاب هذا، شكون هو؟ والديه شنو كيدير؟ واش مزوج؟ هذيك المرأة اللي جات معاه للدار البيضاء واش مراتو؟ واش خطيبته؟ واش وحدة كيعرفها؟ بغاو يعرفوا كل شيء عليه، خاصة وأنه كما قلنا لقاو مبلغ ديال 17,000 درهم في الدار تمايا، ولقاو تليفونه، ولقاو شي حوايج خاصة بيه. يعني قضية ماشي سارقة عادية، هذه قضية انتقام، تصفية حسابات. هي هذه كما قلنا انتقلوا لمدينة مكناس البوليس كيسولو، كيلقى ود عبد الوهاب هذا والديه اصلا ميتين شحال من عام. ود عبد الوهاب هذا ما عندوش اخوة الذكور، عنده غير واحد جوج خواتاتو، وهما يا بروسم كبر منه ومزوجين ومستقرين تما في المدينة، هما الوحيدين اللي غادي يسولوهم دابا هاد البوليس هادو. المهم سولوا على خواتاتو ولقاوهم، قالوا لهم عظام الله اجركم، خوكم عبد الوهاب راه لقيناه مقتول في مدينة الدار البيضاء. المهم بقى فيهم الحال وكذا كذا. المهم تسلموا، هما اللي تسلموا الجثة ديالو ودفنوها. ما عليناش، هنايا كما قلنا بقاو كيحققوا معاهم. اشنو غادي يعاودوا لهم؟ عاودوا لهم اودي راه ملي ماتوا الوالدين ديالنا حنا تقريبا، هذاك عبد الوهاب كانت في عمره هذيك 30 عام، كان كيخدم غير هنا في مدينة مكناس، كيخدم غير فاش ما كان، ما عندوش عمل اللي هو قار. ملي ماتوا الوالدين غبر للآثر تقريبا واحد 10 سنين او الاكثر، غبر للآثر. حنا قلنا راه واقيلا حرق ومات في البحر، كاين اللي كيقول انه كاين في طنجة، كاين اللي كيقول انه شاف دار البيضاء، كاين اللي كيقول راه كاين في اوروبا، كل واحد واشنو كيقول. الاحتداس كما قلت لكم تقريبا واحد هادو خواتاتو كيهضروا للبوليس، الاحتداس تقريبا واحد 10 سنين او 12 عام في الماكاك، رجع وقال لينا ودي انا ركبت في اوروبا ودرت شوية الفلوس وكذا، ودابا راه ناوي معقول باغي نتزوج، يلا معايا خطبوا لي واحد البنت. هاد البنت فين كتسكن؟ في مدينة طنجة. هاد البنت الاسم ديالها عفاف. صافي مشينا خطبناها ليه، دار واحد العرس، المهم فرحنا به ورجعنا. ولكن حنا اشنو كيدير؟ واقيلا قال لنا هو واقيلا راه كيدير شي ديال العقار، كيبيع شريف الديور، ولكن شي حاجه اخرى باش نوريها لكم راه ما عارفين والو، لا اعداء ديالو ولا صحاب ولا حتى شي حاجه. اللي غادي نقول لكم بانه راه الزوجه ديالو اللي حنا خطبنا ليه وتزوج بها راه مؤخرا طلقها. هادشي اللي كاين يعني للاخوه اولا خواتات عفوا ديال هاد عبد الوهاب هذا. هادشي اللي قالو البوليس ما فادوهم بوالو تقريبا. المهم دابا خاصهم يطلعوا لمدينة طنجة عند العفاف الطليقة ديال عبد الوهاب. خداو العنوان ديالها من عند خواتاتو ومشاو لمدينة طنجة يبحثوا عليها ويسولوها. المهم حنا هاد التحقيقات وهادشي اللي غادي يعرفو البوليس مع هاد الزوجة السابقة ولا الطليقة ديال عبد الوهاب، ومع المحيط ديالو واشنو كان كيدير وشنو كان كيفعل والاعداء ديالو وكل شيء، غادي نسردوها لكم على شكل القصة باش توضح الصورة اكثر فاكثر. ما عليناش، هنايا يعني عبد الوهاب كما قلنا، ونكملوا على حساب الهضرة ديال خوتو او لخواتاتو عفوا، ديما كنقول خوتو راه خوتو اللي قلتها راه فيها ذكور واناث، لكن خواتاتو غير الاناث والسيد هذا عنده غير الاناث. هاد خواتاتو شنو قالوا؟ قالوا بانه غاب لاوروبا واحد 10 سنين او اكثر، بانه غاب لاوروبا واحد 10 سنين او اكثر. ملي جا هو من اوروبا فين جا؟ ما جاش لمكناس عند عائلته عند خواتاتو المره الاولى، وانما جا لمدينه طنجه.
جا لمدينة طنجة وجاب معاه واحد الفلوس مهمة، واحد البركة مهمة ديال المال. جا تما اشنو دار وفين غادي يمشي؟ مشى عند واحد السيد من ماشي من الأقارب ديالو، غير من القبيلة ديالو، من القبيلة ديالو نواحي مدينة مكناس، كان مقيم هو في طنجة، الاسم ديالو علي. هاد علي هذا كان شخص لباس ليه نوعا ما، كان كيبيع الأراضي ويبيع الديور، داكشي على قد الحال، ماشي واحد اللي هو مليونير كبير بزاف، المهم هو رجل غني صافي كيعرفو. جي عنده ساقر عنده، واد علي هذا كان مزوج ما والو، بان ليه واحد الدار ساكن فيها، عايش الحياة بخير ومقابل الأشغال ديالو. جا عنده سلم ليه، كيداير بخير، شاد الغيبة كذا كذا، المهم رايح عنده، ساقر عنده. اشنو دار هاد عبد الوهاب هذا؟ الحي اللي استقر فيه مع هاد علي هذا كان وراه واحد المساحة خاوية، بقى غير خاوية، أرض هي قريبة للمدينة ولكن خاوية. قال لهاداك العالي، قال لي شوف اشنو بان لك الأرض هادي، نشري منها شي قطع أو بقعة أرضية ونبنيها ونستثمر فيها. قال لي قطع العقار قطع مربح، علاش؟ بالي خدم صاحبي، راه دير فلوس. هذاك الشيء اللي بدا يدير، اول حاجه دار واحد الدويره سكن فيها هو راسو، بنى واحد الارض من الاول حتى الاخر، بنى فيها واحد جوج طوابق واحد المقازة سكن فيها، ساكن فيها، مبقاش ساكن مع صاحبه، وبدا كيشري في البقعة وكيبني وكيبيع غير بشويه، بدا غير صغير كيشري غير بقعة صغيره يعاود فيها البيع شويه، كيشريها ويبنيها ويبيع الطوابق بوحدهم شويه، ولا يبني جوج ثلاثه الاراضي في خطره واحده يبنيهم ويعاود يبيعهم شويه، بدا كيتوسع كيتوسع كيتوسع، اللي حتى السيد كثرت عليه الفلوس ديال بصح. هو في هاد الاثناء هادي كان كيتردد على الحي ديال صاحبه هذاك علي فين كان خدام، كما قلنا حتى هو كان خدام، ولكن هذا عبد الوهاب هذا فاتو في الفلوس وفاتو في الخدمه، الاخر كان خدام غير على قد الحال. هو كما قلنا كان كيجي للحي ديال علي، كيجي عنده بحكم صاحبه، كان كيشوف تما واحد البنت، البنت هادي هي الزوجة ديالو السابقة، هي الطالقة ديالو، الاسم ديالها عفاف، شافها عجباتو، سوى عليها، لقاها من عائلة كبيرة ومعروفين تمايا، عندهم شوية فلوس ولكن ماشي بحال هاد عبد الوهاب هذا، لأنه دار فلوس بزاف. المهم تقدم ليها قال لها غادي نزوج بيك كذا كذا، المهم عجبها الحال. هي فاش مشى جاب خواتاتو، جابهم من مدينة مكناس، خطبوها ليه، تزوج بيها ورجعوا خواتاتو، ما بقاو عارفين عليه حتى شي حاجه، اللي حتى سمعوه بانه طلق مراتو، هادشي اللي كاين. جابها كما قلنا دابا، جابها لدارو هذيك اللي بناها، استقر معاها، عفاف كان دايرها فوق راسو، عفاف خدم لها خوتها ولاد عمها وعائلتها، خدام معاها في البني، كل واحد وشنو كيدير، كل واحد الحساب القراية ديالو وحساب الدبلومات اللي عنده. السيد كيتوسع نهار نهار، الشغل كثر عليه كثر عليه واحد الدرجة ما كتصورش. جا واحد السيد، هاد السيد هذا الاسم ديالو عثمان، هاد عثمان هذا في عمرو هاديك 30 عام بحال هكاك، باقي شاب، خدمو كمحاسب ومنو كوميرسيال ومنو كلشي، هو اللي كيستقبل الكليان ويعرف الداخلة والخارجة ويعرف فلوس ويعرف كلشي، يعني دارو بحال دراعو اليمين هذاك عثمان. المهم هذاك عثمان خدامي باخر، اللي مغدا اللي مغدا، واحد النهار هذاك الواب بحال كسر لي الشغل، كسر لي بزاف، قال انا ماني لا لا بعدا خاصني ندخل شي شريك، وما لقاش شي واحد احسن من هذاك علي اللي استضافني عنده في محل، وتا هو كيفهم في العالم هذا، وتا هو مستثمر ولو انه ماشي بيدو في الثروه. مشى عنده وقصار عليه الفكره، قال لي جيت تبعدها واش تبقى تخدم راسك وانا راسي الشغل كسر عليا انا، علاش ما تدخلش شريك معايا؟ قال لي مرحبا الله يودي، انا ما لقاش شي واحد احسن منك، دخلوا شركه ولاو كيشريو الاراضي بجوج ويبيعوهم ويبنيهم، المهم فلوس دخلت اكثر واكثر، ولا هذا عبد الوهاب هذا مكلف بالمسائل الاداريه التقنيه القانونيه، او على النوطير المحافظه هنا الوراق من الوراق غير العالم هذا والمحاسبه، بينما هذاك علي ولا مكلف باش ديال البني، تجهيز مراقبة الخدامة، السلعة وصلات ما وصلاتش، البيع، غير هادشي هذا بحال قسمو المهام، أمورهم المادية مشات على أحسن ما يرام، يعني خدامين الناس ديال بصح. هنا دابا نرجعو للحياة الشخصية ديال هاد عبد الوهاب هذا، هداك علي راه باقي مزوج ما والو، عبد الوهاب هذا كان مزوج تقريبا فاتت عامين، مولد ما هو الملك عفاف، طلع له الدم.
يشوف راسو انه كيدير الفلوس وعام لعام كيتزاد وما ولد والو، ما ولد لا ولد لا بنت يحمل الاسم ديالو ويورث الثروه هذه كامله من بعد، هو لما كيدير هادشي هذا هادشي في المعتقد ديالو. قال لها انت ما كتوليش ما توليش كذا كذا، يلا نمشيو على الطبيب. هي ما حملاش الشهاده وحسباتها بحال الاهانه وكذا، مشات مع الطبيب. الطبيب قال لهم ما عندكم والو، نتوما بجوج بيكم خاصكم غير واحد العنايه وواحد المراقبه طبيه. ما حملش راسو كاع بلا، قال لها انت ما صالحاش، وبدا كيخسر معها الهضره. هي ما كتسكتش ليه كتجاوبو. المهم نهار نهار اسبوع لاسبوع العلاقه ديالهم ولات سامه، علاقتهم مع بعضياتهم ولات ما صالحاش، باغي غير يتهنى منها اليوم قبل غدا. اليوم غدا اليوم غدا، ولاو في الدابزو يضاربو يتناقرو. المهم ديما الهوات والصداع لوداد الولاد هادو. علاقتهم دامت 4 سنين، 4 سنين وما ولد معاها ما والو كيما قلنا، غير المشاكل والصداع. حتى واحد النهار هاد عبد الوهاب هذا غادي يعين واحد البنت. هاد البنت هادي كان الاسم ديالها بشرى. هاد بشرى في عمرها 23 عام، هادي جابها كمساعدة ديال هذاك عثمان اللي قلنا محاسب ديالو ودراعو اليمين. وهو قال لي خاصك تشوف لي شي واحد يعاوني هنا في البيرو، راه الشغل كثر عليا. قال لي صافي حتى نلقى لك شي واحد ولا وحدة تعاونك. اللي حتى جات هاد بشرى هادي حتى هي عندها ديبلوم في المحاسبة وكونطابيليتي واقتصاد داك العالم، صافي عينها كمساعدة شخصية ديال هذاك عثمان، دار لها واحد الصالير محترم. هنا فاش شافت هذيك عفاف انه عين عبد الوهاب هاد المساعده لعثمان وبن زويونها وصغيره عليها واعطيها العين، قالت لي انت كدور بهذيك البنت وعجباتك ومن النهار اللي خدمتها عندك تبدلتي وكذا كذا، مابقاوش كينوضوا الصداع على الاولاد، ولات على هاد بوشرة هادي. لا وانت غير كيجيب لك الله وانت مسطيه ما شنو واقع ليك، انت راه فيك المشكل، انت ما كتوليش. صداع المشاكل صداع المشاكل صداع المشاكل يوميا يعني. اللي حتى واحد النهار غتقلقو مزيان هاد عفاف هادي، غتقلق ليا السي عبد الوهاب وغادي نوض يضربها، غيعطيها واحد التصفيقة غتعاودو، غير يضربها غتعاودو، غيولو مدابزين، غيزرق ليها عينيها، غتقمشو، معرفتش شنو يديرو مع بعضياتهم. المهم جمعت حوايجها وخرجات، مشات عند عائلتها، عائلتها نوضو الصداع معاه، جاو عندو هدو ولاد عمها خوتها ابوها امها، شكون حتى اللي ضربها وانت ما تضربش مثلنا، وهاد البنت حنا لاقينا في الزنقة ما عندكش الحق تقيسها. المهم نوض معاهم الصداع وتهدو عليه تمايا، ووصلت القضية للمحكمة. طبيب الحق دارت ليه شهادة طبية وديكلارات بيه عند البوليس، جابوه البوليس ما قدرتيها ما قدرتيها، المهم انا باغي نطلقها كذا كذا. واحد الجلسه ديال الصح الاولاد الثانيه ما بغاوش يرجعوا لبعضياتهم، طلقوا طلقوا، كل واحد مشى راح حل سبيلو. عفاف مشات لدار بوها، هو ريح في دارو، كان مخدم ولاد عمها وخوتها، جرى عليهم كاملين، قال لهم ما عندي ما ندير بكم بعدو من تسع. هادشي اللي وقع بكل بساطة وهادشي اللي وصلوا ليه البوليس. البوليس هادشي ذا كامل اشنو كيستنجو؟ كيستنجو بان الاعداء ديال الوحيدين هي ديك عفاف، ولاد عمها وخوتها، جابوهم كاملين، انتو هما اللي قتلتو هاد السيدة من بعد ما تكرفس على البنت عفاف. عفاف كنذكر هادشي هذا جملة وتفصيلة، ولاد عمها كنكروه، خوتها كنكروه، حنا سيدي ملي طلق عفاف كل واحد راح حل سبيلو، واخا حنا جرى علينا من الخدمه سيدي ما حاقدين عليه ما والو، هذاك شغلو هو حر فيه الرزاق والله. المهم قاود الناس هادو راه التحقيقات ديال البوليس، اللي حتى يخرج التقرير ديال الطبيب الشرعي هو اللي غادي يقول لنا معايا اش مات هاد السيد هذا، يعني هذا عبد الوهاب هذا، وبناء عليه غادي نعرفوا واش هاد الناس ابرياء او لا. ما علينا، شنا البوليس فين مشاو؟ مشاو شافوا الشريك ديالو، الشريك ديالو هذاك علي. علي قال لي مودي هاد عبد الوهاب هذا ملي جا هو كان ولد قبيلتي وكذا، صادفتو في المحالي اللي حتى بدا في المشروع ديالو وخدم ما شاء الله بزاف، اللي حتى واحد النهار عرض عليا الشراكه ديالو معايا ووافقت، ولكن مؤخرا راه ولا معايا في الصداع والمشاكل بسبتاش اسيدي. اتهمني في الاول بانني كنتبع عليه الطليقه ديالو ملي طلقها هو يعني الكعفاف، واحد اللحظه تجا عندي قال لي انت ما مزيانش في الدار، انت كنت كتخونني مع مراتي ملي كانت مراتي، قلت لي نعش الشيطان فلان، انت راك صاحبي ولد قبيلتي راه ما يمكنش ندير لي هادشي هذا. المهم هو اتهمني هاد الاتهام هذا، اشوي قال لي انت كدور لي بالبنت اللي كنبغيها وانا باغي نتزوج بها، شكون هي؟ هذيك بشرى المساعده ديال عثمان المحاسب ديالو. مزيان بس هادشي هذا كان كيتخاصم معاك،
وقال لهم انا في النهايه يعني من غادي يموت بشي اسبوع بحال ما هكاك. كنفاجئ به انه كيحفظ الشراكه ديالو معايا. اشنو داير؟ لانه هو اللي كان مسؤول على المحاسبه والفلوس الداخله والخارجه، وانا كنت مكلف بالشنطه يعني بمشاريع في ارض الواقع. اكتشف بانه الكفر ديال الشركه خواه، ادى كل شيء، اجمع ليا كل شيء بحال انا مشريكوش، ومشى باع نصيبه هو اي حاجه كنا شركة فيها، مشى باع النصيب ديال هويا ودخل عليا. كل مره كيدخل عليا شريك في شكل هاد الدار ندخل ليا واحد، هاد البنايه ندخل ليا واحد، هاد الارض ندخل ليا واحد، يعني روني دار ليا هاد الفوضى ودار ليا الفلوس ديال راس المال. قال لهم باقا غير هاد الفلوس ديال الشركه ديالنا اللي كاينه في البنكه اللي ما يقدرش يقرب لها الا ما كنت انا، يعني موافقه ديالنا بجوج بينا. صافي هادشي اللي كاين، هادشي علاش حقدت عليه ومشيتي تبعتي وصفيتي ليه في مدينه الدار البيضاء. قال لهم لا، هاد الهضره هادي ما كايناش، ما تبعتو ما قررت ليه ما والو. ونزيد لكم واحد المعلومه، راه هو اخر مره كان فيها كان مع بوشرى، ورا بوشرى هي اللي مشات معاه للدار البيضاء. علي قال لهم معلومه مهمه، قال البوليس بان البنت اللي مشات معاه للدار البيضاء واللي قال الحاج مول الدار قال انه هذا عبد الوهاب راجع مع واحد السيده، كانت هي هذيك بوشرى اللي كان هو كيعتقد هذاك الحاج مول الدار انها مراته. هي من مراته ما والو، كانت غير مساعده ديال المحاسب ديالو. ولكن هاد بوشرى فينا هي؟ غاب عليها الاثر، راه ما كايناش لا في شركه وما كاين حتى داك عثمان المحاسب. بغاو يسولوه من البوليس مزيان، بقاو كيسولو عليهم يسولو عليهم حتى عرفوا السكنه ديال هذيك بوشرى. بوشرى ما لقاوهاش في الدار، خارجه فين مشات الله اعلم. بقاو كيسولو على السكنه ديال عثمان اللي حتى لقاوها، مشاو للدار تاع عثمان. كيدخلوا اشنو كيلقاو؟ كيلقاو عثمان مع بوشرى. هادو بجوج يمكنين في الدار ديال عثمان، يعني بوشرى مع عثمان. قالوا البوليس مع راسهم هادو ما بعيش بزاف يكونوا هما اللي صفاوها لهداك عبد الوهاب. كانوا متفقين ما بيناتهم انهم صفيوا عليه. اجي انت بعدا، انت اخر وحده، يعني بوشرى انت اخر وحده كنتي مع عبد الوهاب. عاود لينا علاش مشيتي مع الدار البيضاء ولاش جيتي بهذه الطريقه، اشنو واقع بالضبط؟ قالت لي ما سيدي اش نقول لكم، انا نقول لكم واحد القضيه، انا راه خدمت عند عبد الوهاب الباترون ديالي تقريبا واحد شي عام ونص بحال ما هكاك، خدمني كان ولد الناس معايا، بصراحه ما عمرو ما خسر ليا شي حاجه. انا كنت كنبغي هاد عثمان هذا، ملي دخلت الشركه المهم تعرفت عليه، تعرف عليا ولينا نخرجوا مع بعضياتنا، وعدني بالزواج انا قبلت. من وراها هذاك الباترون ديالي عبد الوهاب كان مزوج، كنت كنعرف مراتو عفاف، كانت كتجي الشركه وتسلم عليا وكلشي نهضروا مع بعضياتنا. واحد اللحظه ولا كيدور بيا داك عبد الوهاب، ولا باغي يتحرش بيا وباغي يدير معايا علاقه. واحد اللحظه ملي طلق مراتو قال لي انا نتزوج بيك وانا كنبغيك. انا الصراحه كنت خايف على الوظيفه ديالي، كنت غير كندير لي خاطره، دير لي خاطره. طلبني هذاك النهار، النهار فاش جا للدار البيضاء قال لي غتمشي معايا للدار البيضاء، بغيت نكري واحد الدار. كان فضى الشغل ديالو مع داك الشريك ديالو وهبط لمدينة الدار البيضاء. قال لي غادي نهبط نكري واحد الشهورة اللي حتى نشوف اشنو ندير، نشري شي دار نستقر فيها وندير شي مشاريع اخرى من غير العقار، اولا ندير غير العقار نيتنا في مدينة الدار البيضاء. المهم حتى نفكر مزيان، المهم غير يلا معايا. قلت ليه سي عبد الوهاب انا راه ما نقدرش نمشي معاك. المهم طلبني ورغبني قال لي شوفي ما تكون غير خاطرك وانا ما تخافيش مني، راه ما غنأذيك ما والو، انا راه كنبغيك وناوي معاك المعقول. مشيت معاه ركبنا في المركوب ومشينا. فاش مشيتو ومشينا سيدي غير في الترين، مزيان في الترين زيد مشينا وصلنا من الدار البيضاء. مشى عند واحد السمسار شاف لي هذاك الراجل الكبير، مشيت انا وياه نيت. وانت اش كنتي هزه معاه؟ تهزه غير صاكي، غير صاكك صاكي ديال اليد، ما كنتش هزه معايا حوايجي لاني ما كنتش باغي نبقى معاه تمايا. هو كان هاز السيكان وحوايجو الملابس ديالو، كان باغي يستقر واحد المدة معينة، ولكن هو كان باغي يشدني معاه تما هذيك المدة معينة، ولكن أنا كنت مقرر أنني غادي نهرب ليه. مزيان سيدي كملي، هي هذيك ملي استقبلنا هذيك المدة، خلصوا هذيك عبد الوهاب في واحد شهرين ديال التصبيق، دخلنا استقرينا ريحنا جمعنا شوية، باقي تا دوك حوايجو من السيكان ما حيدهم. المهم قال لي أنا غادي نخرج غنمشي نجيب شي حاجة من ناكلوها، راه المركوب والطريق وكذا كذا والسفر. قلت لي صافي انا نستناك هنا، وغير هو خرج انا هزيت ساكي
وخرجت زدت في حالتي وعلاش هربتي؟ وهربت منه، خفت في الصراحة، خفت وخفت انا بنت بوحدي، هو يعني راه يقدر يدير فيا شي حاجه او يعتدي ليا ولا شي حاجه. هو كيقول انه غيتزوج بيا ولكن انا ما باغاش نتزوج بيه، انا موعد عثمان على اساس انني غادي نتزوج بيه وكنبغيو بعضياتنا. ومن وراها مشيت المحطه وركبت في الكار وكان معايا عثمان. عثمان وشنو كيدير عثمان في مدينه الدار البيضاء في المحطه؟ كان كيتسناني. كيفاش القضيه دي؟ عاودي لينا مزيان، شرحي لينا. قالت لي ما سيدي انا ملي قال لي عبد الوهاب عطي معايا الدار البيضاء صحيح واحد شهر او شهرين عاد شو واش ندير. قلت لعثمان، عثمان هو اللي طيح لي الخطه، قال لي سيري معاه وانا غادي نتبعكم لدين الدار البيضاء وغنتسناك في المحطه. اين فوا تهربي منه ديري شي غفله وهربي، اجي عندي المحطه غادي نشدو الكار ونرجعو حالتنا وخليه هو تمايا. هذاك الشيء اللي درت. ها هو ملي ركبتو في الكار فين مشيتو؟ واش من مدينه مشيتو ليها؟ وجيتو لطنجة؟ مشيتو شي مدينه اخرى؟ لا جينا لطنجة، بقينا في طنجة اللي حتى لدابا نتوما كتهضروا معايا. عيطوا لعثمان، عثمان قال نفس الهضره ديال هاد بوشرة هادي باش بلا ما نعاودوها. قال لي متى هو يعني نفس القضيه، مشى تبع بوشرة لانه كيبغيها وناو مع المعقول تبعها اللي حتى وصلت لك عبد الوهاب. تسناها في المحطه، رجعت ركبوا في الكار جاو طنجة. هادشي اللي كاين. المهم في هذه الاثناء هذه كان خرج التقرير ديال الطبيب الشرعي اللي كان كيقول فيه بان هذا السيد هذا يعني عبد الوهاب كان تقتل من الخلف، يعني شي واحد غدره من الخلف بعدة طعنات، كانوا بالضبط 4 ديال الطعنات وعنده واحد طعنه على مستوى العنق ديالو. مزيان. حاجه اخرى قال لهم الطبيب انه تقتل مع جوياش، مع تقريبا هذيك 9 ل 10، ما بين 9 ل 10 تاع الليل. مزيان هاد الخبر هذا او هاد المعلومه هذه هي اللي غادي يمشيو على الضوء ديال البوليس ويعرفوا هاد الناس المتهمين في هاد القضيه القتل شكون البريء من شكون مول الفعل. اولا غادي يشوفوا هذيك بوشرة مع عثمان، سولهم انتوما على حساب ما قلتوا لينا فين مشيتو من ورا ما جيتو للدار البيضاء. هي جات معاه وانت بقيتي كتسنى في المحطه. قال لهم هذاك عثمان ونفس الهضره قالتها بوشرة، حنا ركبنا في الكار هذيك الليله نيت وشدينا لمدينه طنجه، وصلنا مشينا لدارنا يعني دار عثمان، باتو تمايا اللي حتى الغد ليه. الغد ليه اشنو وقع؟ الغد ليه هذيك بوشرة مشات لدارهم، مشات شافتهم طمنت عليهم ورجعت عند عثمان. عثمان كان مازال في الدار، وصلت هذيك 4 بحال ماكاك 5 تقريبا، مشات عثمان مع بوشرة مشاو عند شي اقارب ديال عثمان، عرفهم بهاد بوشرة وقال لي مودي هذه انا ناوي نزوج بها وهذه ان شاء الله مرات المستقبليه وفرحوا بها واستقبلوها. يعني دامت الاعراض ديالهم عند الناس من جويه هذيك 4:30 بحال ماكاك اللي حتى جويه 7 بحال ماكاك 7 8، هذيك هذا هو التوقيت التقريبي اللي دامت هاد الاعراض هذه. وإلا عرفنا أكثر أنه هاد الجريمة اللي وقعت لعبد الوهاب راه ما وقعتش هذاك النهار فاش مشات، أو هذاك النهار فاش جا فيه، راه هذاك النهار فاش جا قوى بوشرة، بوشرة هربات وخلاتو غير بوحدو في مدينة الدار البيضاء. راه اليوم الموالي يعني النهار الثاني ديال 10 ديال الليل، وهاد التوقيت هذا تقريبا على حساب البوليس وداكشي اللي وصلوا ليه، مشاو عند دوك الناس اللي استقبلوا عثمان مع بوشرة واكدوا لهم بان بوشرة مع عثمان كانوا عندهم مع جويه 4:30 بحال ما كاين 5، وما خرجوا من عندهم اللي حتى فات 7 يعني راه قربات 8. وهذا الزمن هذا يعني مستحيل انه يخرج الانسان من 8 يقبطوا الكار او التريان ولا ما عرفت شنو ويجيو للدار البيضاء يقتلوا السيد ويرجعوا عاوتاني، لا مستحيله ومستبعده بزاف ما يمكنش. لهذا هما استبعدوهم البوليس. شكون بقاو تاني؟ بقاو هذوك الناس اللي كما قلنا العائله ديال عفاف، الزوج الاولى او الطليقه ديال عبد الوهاب، خوتها وهي نيت وولاد عمها وكلشي اللي كانوا حاقدين عليه لانه كان كيضرب عفاف وعنفها وطلقها في النهايه وجرى عليهم من الخدمه. قالوا لهم تقريبا نفس السؤال في كتو من 10 ل 11 9 تاع الليل. قالوا دي كاملين جابوا حجه دامغه ديال الغياب ديالهم على مسرح الجريمه،
كل واحد فين كان؟ ديك عفاف كانت مع والديها في الدار، خوتها كل واحد وفين كان، كاين اللي مع مراته، كاين اللي في الخدمة ديالو، كاين اللي هنا، كاين اللي هنا، ولاد عمها كذلك ومثال، يعني كاملين جابوا حجة قاطعة على الغياب ديالهم على مسرح الجريمة، يعني ما كانوش ديك اللحظة في مسرح الجريمة. شنو اللي بغيت نقول؟ شكون اللي بقى دابا؟ بقى هذاك الشريك ديالو، هذاك علي، وهذاك عنده واحد الدافع قوي انه يصفي عليه، كما قلنا دالي الفلوس كاملة اللي كانت في الكوفر، يعني في حساب الشركة الشخصي كما قلنا، واللي كان مكلف بالمحاسبة هذاك عبد الوهاب، لأنه كانوا مشاركين جوج بيهم، وباع نصيبه في كل شيء اللي كانوا مشاركين فيه، ما خلى ليه والو، عنده دافع قوي أنه صفي عليه. سولوا البوليس، هل لقيتي هذه في كتي؟ قال لي موديناك صغير في داري، ودارو ما كانت عنده لا مرأة لا ولاد لا عائلة لا حتى شي حاجة، ساكن غير بوحدو في ديك الدار الكبيرة العريضة. قالوا لي جيب لنا شي دليل كيأكد بأنك ما كنتيش في مسرح الجريمة. قال لي ما عندي حتى شي واحد غير يشهد ليا، وما عندي حتى شي بلاصة مشيت ليها، أنا يومين كنت غير في محلي، كنت مريح، طال لي الدم على داكشي اللي دار لي عبد الوهاب، مريح كنفكر أشنو غندير وكيفاش غادي نعوض هاديك الفلوس اللي دالي، ومهم كنفكر غير في المشاكل ديالي، ما خرجتش فين، ما يمكنش تقول شي هضرة كتدخل العقل. المهم ما جابش يوم شي دليل دامغ بانه ما كانش لحظه وقوع الجريمه في مسرح الجريمه. صافي بقاو قاطعين البوليس، قدموه للعداله، قدموه امام السيد وكيل العام الملك، حالوا القاضي التحقيق، قاضي التحقيق حالوا الاعتقال الاحتياطي الى ان يثبت العكس، والاجراءات تاع المحاكمه راه خدامه. دابا المشتبه في رقم واحد كما قلنا هو ذاك شريكو علي. المهم دابا خليونا مع ذاك عثمان مع بوشرى. عثمان مع بوشرى فعلا نيت كانوا كيبغيو بعضياتهم، وملي سالت هاد الأسماء هادي وطلعات البراءة ديالهم بأنهم كانوا خارج إطار الشبهات، يعني ما كانوش لحظة وقوع الجريمة في البلاصة فين تغسل عبد الوهاب، تزوجوا، عملوا إجراءات الزواج ديالهم وتزوجوا على سنة الله ورسوله. جاب البنت يعني بوشرى، جاب المحل وهداك عثمان، وعاشوا في ثبات ونبات. وهاديك بوشرى مبقاتش خدامة، قال لها ريحي غير في الدار، أنا ما غاديش نخليك تخدمي، ريحي غير في الدار. صافي سمعت الهضر ديالو وريحات في الدار، هو كيمشي يخدم، حنا هو راه محاسب، راه دغيا لقى الخدمة ديالو، خدام شركة مع راسو. داز العام الأول هو على هاد المنوال هذا، اللي حتى واحد النهار كيعرف واحد السيد هذا عثمان هذا، يعني صاحبو الروح بالروح، كيعرفو وعارفو مزوج بهاديك بوشرى، وغير حداهم فين ساكن هاد السيد هذا. غادي يقول لعثمان واحد الهضرة، قال لي ودي يا سي عثمان راه بغيت نقول لك واحد الهضره، ولكن خفتك تقلق ولا شي حاجه. قال لي دير قول، امض رايك ما كاين باس. قال لي لا ما كاين والو باس، غير واحد الزوجه ديالك هذيك بوشرى راه شفت عليها شي حاجه وبغيت نقولها لك. قال لي مالها؟ شنو واقع لها؟ كيتعرض لها شي واحد؟ قال لي لا ماشي داك الشيء، وانما لاحظت انايا راني لاحظت ما هي مره من جوج كتمشي لواحد الدار، كتمشي ليها كتبقى عافية عاد كتهبط. وديك الدار أنا عارف السكنة ديال بوشرى الأولى، عند عائلتها في الحي الفلاني، وانت ماشي داركم تمايا، أشنو كتمشي تم؟ الله أعلم. ما تيقوش في الأول شوية ويقول لي ورينا الدار فين كاينة، وريها لي. قال لي صافي شكرا. مشى فحالاتو داك السيد، هو هذا عثمان هذا بغا يدير ليها كاملين، ما قال لي والو، دار بلاصتو أنه كيمشي للخدمة، واش ضربو من الخدمة شحال من نهار، وبقى حاضرة كيمشي مع الصباح وكيضرك غير تم. داز ساعة جوج ثلاثة على حساب بوشرى كتخرج من المحل ديال الزوجية، يعني السكنة فين ساكنة تمان معاها، كتخرج كتمشي الطريق كتمشي لهاد الدار اللي قال ليه صاحبو. طلعت قال ويلي الدار هادي ما فيها حتى شي واحد من العائلة ديالي لا من العائلة ديالها، عاد من كتجي هنا؟ نوا ما بغاش يداهمهم وما بغاش يعيط للبوليس، قال غادي نصبر وغادي نتسنى. تطلع ساعتين ثلاثة عاد كتهبط، نهار الأول نهار الثاني نهار الثالث نفس القضية. قال كيفاش أنك تعيش في دار غفلون؟ ما يمكنش. واحد النهار حاضيم، يعني نهار الرابع والخامس حاضيم، يعني حاضية ديك البوشرة، جات فعلا نيت مع وصلات قدام الباب ديال الدار، مع وصلات قدام الباب ديال الدار غادي يجي واحد الشخص، الشخص ما كيعرفوش عثمان بتاتا، ما عمرو شافو. جا هو بدا يناقش معاه، تا هو بغا يطلع لهاديك الدار، بجوج بغاو يطلعو وبحال تناقشو، بقاو داوين ما كيعرفهمش كيقول، لانه كيشوفو فيهم من بعيد، كيتناوشو بيديهم بحال هكا بحال هكا بحال ما هكا. واحد اللحظة شدوه بعضياتهم،
هنا هو داك عثمان ملي شاف داك الراجل او داك الشخص الغريب كيضرب ليه في مراته، جا دخل وبدا مضارب مع داك الشخص الاخر، بعد لي مراتي كذا شكون انت كذا كذا. المهم داو مضاربين طاف طاف طاف، شبعوا دمايات مع بعضياتهم. المهم جاو البوليس هزوا كلشي للكوميسارية، مشات هذيك بوشرى حتى هي، قال لي ما سيدي هذا الشخص هذا ضربته او دارت معاه لانه تعدى ليا على مراتي ضربها. قالوا لي البوليس انت شنو علاقتك بهذه المراه هذه اللي ضربتيها بهذه الطريقه هذه، هي مرات الراجل وما عندكش الحق تضربها وكذا كذا. اشنو قال لهم هذاك الشخص الغريب او لي هذاك السيد اللي كان كيضرب في البوشره؟ قال لي ما سيدي هذه الام ديال ولدي. كيفاش الام ديال ولدك؟ وضح لينا. هذاك عثمان تفاجئ، قال انا ما عمرها قالت لي بدي راها مطلقه ولا شي حاجه. السيده راه ما مطلقه ما والو، السيده والدة مع الشخص هذا قبل ما تعرف على عثمان، والدة معه واحد الولد بطريقة غير شرعية، وهذاك الولد جايبه هو ذاك الشخص حاطو عند واحد المرأة، وهي هذيك بوشرة من حين كتجي لها الدار هذه كانت كتطلل على ولدها، كتراقبو تشوف مالو شنو خاصو، تدور مع ذيك المرأة تشري ليه الحوايج المسائل اللي خاصينو وكذا. هادشي هذا ما قالتوش لعثمان بتاتا، قالت لي انا ما عمرني عرفت شي واحد. المهم مسائل الاخرى اللي على بالكم انا ما عندي دخل فيها، انا كنقول القصه غير كما هي، انا ما سوقيش هذاك الشيء ما عليناش. المهم الشخص هذا قال لي وما بدي راه انا كنمشي نشوف ولدي تمايا، حاطينو على هذه المراه هذه، هو اللي حاطو لان هذيك المراه كيعرفها، وكيجي كما هي كتجي تشوف، وتا هو كيجي يشوف ولده لانه كيبقى ولده، ولو انه ما معترف به ما والو. كيقول اليوم غدا اليوم غدا على حساب ما قال البوليس، غندير لي ورقات والثبوتيه غير تحصل اموري الماديه. هادشي اللي كاين. وداك النهار تلاقيت انا وياها قدام الباب، تناقرنا تناقشنا، المهم زينا في الهضره طلعت لي الدم وانا نضربها اللي احتاجها هاد الراجل هذا اللي ما كنعرفوش وما مرضي شفتو. هادشي اللي بقى. المهم داك عثمان شد براسو ما حملش راسو، شاف راسو ولا واحد الغبي منه ما كان، يعني السيده كانت على علاقه قبل منه، ولده مخبي عليه، هو ما فراسو والو، عايش في واحد دوامه ديال الغباء، ما عرفش اشنو الحل. المهم داروا تنازل قدام البوليس وخرجوا بجوج بهم، ولكن حياتهم ولات جحيم. المهم هنايا عثمان مع بوشراهم اللي خرجوا من الكوميساريه، صافي ملي خرجوا من باب الكوميساريه هما في واحد الحاله ديورتها لها، صافي مابقاش حاملها، وحتى هي ما حملاش راسها انه يعرف راجلها بهذه الطريقه هذه. وصلوا للدار ولاو في صداع المشاكل من هذاك النهار، صافي ديما كيتهمها في شرافه، وقلت لي ما بنادم ما والو، كنتي كضحكي عليا وكتستغفليني وانت كتقول لي انا الوحيد في حياتك، وكيفاش وقع وكيفاش جرى. هي كتقول لي صافي اللي وقع وقع، وهذاك ولدي وانا نمشي نشوفه اليوم وغدا، وبغيتي ولا كرهتي. صافي واحد اللحظه وصلوا واحد الطريق مسدود، ولا كيضربها ويعنفها، قال لها انت ما خاصكيش تبقاي على الدم ديالي. المهم قالت لي الا كنتي راجل طلقني. بقاو في صداع والمشاكل، واحد اللحظه غادي يبقى يضرب فيها، ضربها واحد الضرب اللي هو مبرح بزاف، خسر لها وجهها، زرق لها عينيها، شاد ديكلارات بيه عند البوليس. جاو البوليس اعتقلوه طبيب الحال، وهو قال لي ما غادي نطلقها. قالوا لي المهم الطلاق راه في المحكمه، المهم حنا كنهضروا معاك غير على الضرب، السيد راه كان غادي يقتلها. المهم دارت بيه واحد الشكايه وقدمته قدام الوكيل ديال الملك، هنايا امر بالاعتقال ديالو طبيب الحال، اضرب واحد المده ديال 6 شهور باش تحكم عليه تمنعها. والمصدر الطلاق راه كانت باقا خدامه اللي حتى طلقها فيه للنيت، ولكن هو ملي دخل الحبس هاد عثمان هذا ما حماش راسو وقرر انه يفرق الرمانه. اشنو دار؟ المهم كتب واحد الرساله، رساله للمدير ديال الحبس ورساله للمندوبيه العامه لاداره السجون، هي الاداره المكلفه بالحباسات المندوبيه العامه، ورساله الوكيل العام للملك. اشنو كيقول فيها؟ كيقول فيها شكون قتل هذاك عبد الوهاب. هنا البوليس بطبيعة الحال بأوامر من النيابة العامة جاو تصنتو ليه في السجن، هضر معاهم وقال لهم اشنو كاين. هذيك الهضرة اللي قال لهم خلات البوليس انه يمشي ويعتقلوا مباشرة هذيك بوشرة. المهم خليونا دابا اشنو قال عثمان البوليس واشنو كتب في هذيك الرسالة. قال لي ما سيدي انا ملي جات هاد بوشرة هذه جات الخدمة عندي كمحاسبة مساعدة لي أنا في البيرو، عجبتني البنت، كانت مازال صغيرة وزويونة وعاطية العين، درت معها علاقة وليت كنخرج نجي معها ووعدتها بالزواج. في هاد الأثناء هادي كان داك عبد الوهاب
كان في مشاكل مع مراته وعفاف. هو ملي وظف هاد البوشرة هادي دار عينو منها، ولا كيفكر انه يطلق عفاف ويتزوج ليا بهاد البوشرة. انا محملش راسي وفاتحت الموضوع مع بوشرة، وقالت لي بدي راه بصح نيت راه كيدور بيا وكيتحرش بيا وكيحاول انه يدير معايا علاقة، ولكن انا ما نزوجش بيه، انا كنبغيك وكذا كذا وباغي نزوج بيك، وهذاك السيد فيه المشاكل وعنده فلوس كثيرة، راه عنده المشاكل كثيرة، ما عندي ما ندير بيه. هذا هو القرار ديالنا، يعني حنا كنبغيو بعضياتنا. هو كان مصمم، خاصة ملي طلق مراتو عفاف، مصمم على بوشرة، باغي ينولها بأي طريقة. هي ما كانش باغيه وما كانش باغي تزوج بيه، وكانت تبغيني أنا. أي زيد كمل، هي هذيك ملي شفناها قوة بزاف، ولينا كنفتاعلو للمشاكل مع هذاك شريكو. هي فاش مشات هاد بوشرة هذه، مشات قالت لهذاك عبد الوهاب، قالت ليه ودي راه علي الشريك ديالك راه كان داير علاقه مع عفاف مراتك ملي كنتي مزوج بها، كان كيخونك معها. حنا ما حماش راسو ديك عبد الوهاب، ومشى كان غادي يدار مع داك علي شريكو. قال لي انت ماشي راجل، كنت كتخوني مع مراتي في يامات الزواج ديالنا، كنت كتمشي عندها وكذا كذا. عمرات ليه راسو ديال بصح، حدا ولكن ما شاف حتى شي حاجه، يعني ما كاين حتى شي علاقه ما بين داك عفاف وهداك علي. شافوا هاد الخدمه هادي ما مسلكاش، ما داروش ليهم المشاكل وصداعات، هي باغي غير تفك منه، يعني يديروا بيناتهم واحد المشكل صدق لاخر ضاربو ولا شي حاجه يمشي للحبس. هذا هو الفكره ديالهم. شوف هاد الناس كيفاش يفكروا. اشنو داروا عاوتاني؟ مشات قالت ليه، هي عارفه انه عاجبه هي. اشنو مشات قالت لي؟ قالت لي ودي راه علي شريكك كتقول لعبد الوهاب باترون اللي مات، قالت لي راه علي شريكك راه جا عندي وتحرش بيا وبغى يدير معايا علاقه وبغى يتزوج بيا، ولكن انا ما بغيتش. قلت لي حشوم عليك وكذا كذا، وانت شريك باترون باترون ديالي انا ما نخونوش. دارت فيها مزيانه، مشى عاوتاني كان يدار معاه، قال لي انت حطي على البنت اللي كنبغيها انا، وانت ما مزيانش تابعني في النساء ديالي انا، واش تاش بغيتي عندي؟ انت ما صدقتيش راجل، المهم نوض معاه واحد ضربه كبيره بزاف، ولكن انت هي ما صدقاتش ليها كيف ما بغاو، يعني ما وصلوا فين مشاكل تحدات غير تمايا. اوكي هكرا كيفكروا كيفاش يتهناو من هذا عبد الوهاب، هذا خاصو شي طريقه تبعدهم عليه. ما قدروش يخرجوا من الشركه لانهم خدامين تمايا. اللي حتى واحد النهار هاد عثمان هذا مريح في واحد القهوه، هي هادي كما قلنا مريح في هاد القهوه هادي كيشرب قهوه مع راسو، اللي حتى كيجي عندو واحد الشخص. ها الشخص هذا ما عمرو شافو، باقي غير شاب، وبين فيه غير من تما من دوك الاقاليم الشماليه، يعني من واحد المنطقه تما. جا عندو قال لي السلام عليكم. وعليكم السلام. قال لي واش انت خدام عند عبد الوهاب فلان فلاني مول الشركه ديال البنيان؟ قال لي اه. قال لي كتعرفو فين كيسكن؟ قال لي علاه شنو بغيتي؟ قال لي قبل ما نوريك فين كيسكن وكذا خاصك تقول لي شنو بغيتي. هو ريح معاه شد معاه قهوه وقال لي شوف انا ما نخبيش لك، انا راه بيني وبينو واحد الحساب، ولي وريتيني فين كيسكن غادي ندور معاك مزيان وما تكون غير خاطرك، وريني فين كيسكن راه بيني وبينو شي حساب شي حاجه بيناتنا بغيت نصفيها معاه. حنا داك عثمان شاف راسو انه جات الفرصة ما بين يديه، يعني عبد الوهاب كاين اللي غادي يتهنى منه بلا تدخل من عثمان أولا من بوشرة، وغادي تبقى ليه بوشرة يتزوج بيها. قال لي اه نوريك فين كتكون ونوري ليك، لأنه على حساب هذاك الشخص اللي هضر معاه عثمان ما كيعرفش عبد الوهاب، غير كيسمع ليه الاسم ديالو واللقب ديالو كذا كذا، وعارفو في منين طنجة وعندو مقاولة، ولكن الوجه هو داكشي ما كيعرفوش. دار معاه قال لي صافي انا نوريلك، مشى معاه بقى حاضي اللي حتى خرج قال لي هو هذاك الشخص راه فين ولا غادي يركب عليك الطوموبيل، راه هو هذاك وراه فين كيسكن، وراه الدار ديالو فين كيسكن بالضبط. قال لي مزيان. قال لي المهم، قال لي راقب لي التحركات ديالو وباش ما كان وافيني بالجديد، وبطبيعة الحال راه اي حاجه كديها غتخلص عليها، ودور معاه عطاه واحد المبلغ. قال لي الله يا ودي على الرحب والسعه. صافي هنا عثمان جا عند بوشرة وقال ليها صافي لقينا الحل، جا عندي واحد الشخص واشنو قال لي، وقال لي وراه وريتو عبد الوهاب وجو كدير وفي كيسكن وكذا كذا. فرحات فرحوا مع بعضياتهم. هنا ينتقلوا الخطة الاخرى، اما هي مشات هذيك بوشرة مع عثمان واشنو قالوا لعبد الوهاب؟ ما وراوش الشخص اللي كيقلب عليه، وانما قالوا ليه راه واحد الناس جايين كيقلبوا عليك، واقيلا بينك وبينهم شي حساب،
وراح الناس هادو بالي راه من بالي بحال عليهم امارات، بحال وجاده، بحال وجدي. هو داك السيد قال لي انا راه من وجده، ولكن هو قال لي انا ما قالش راه من وجده، هو قال لي غير باليا من وجده، وما قالش لي طابي تحرى دور معايا. وانا وريته السكن ديالك ووريته الصوره ديالك، يعني قلت لي راه فينا، وما قال لي والو طابي الحال من الشيء هذا. قال لي غير انا بغيتك غير الخير، وهما كيسولوا عليك وراهم حالفين عليك. هنا يعني هذاك عبد الوهاب ملي سمع هاد السيد هذا من وجده وحالف عليه تخلع، مابقاش هو هذاك صافي. هذيك الساعه قرر انه يصفي التركه ديالو مع هذاك علي، خد الفلوس اللي كاينه في الشركه كامله، داك المحاسب عطاه كل شيء ديال الفلوس اللي كاينه في الكوفر، ومشى صفى الشركه ديالو مع علي. باع هذوك الانصيبه ديالو، جمع نصيب، باعهم كاملين في اي بلاصه، في اي بقعه، في اي ارض، في اي دار، في اي تجزئه، كل شيء باعهم البراني ودخل الشركه مع داك علي. علي هنا فاش تقلق وطلع ليه الدم ديال بصح ملي شاف صاحبو داير هادشي هذا، ودا ليه الفلوس اللي كاينه في الشركه. غبر، وفين غادي يغبر؟ عيط على بوشرة على اعتبار انه باغي يتزوج بها، وما كانش عارف العلاقه ديالها مع داك عثمان. عيط ليها وقال لها شوفي غتحطي معايا للدار البيضاء، غادي نريحو واحد الشهير ولا شهرين ونفكر اشنو غندير. انا بغيت نهرب من هنايا، من هاد الناس اللي تابعيني، هادو راه حالفين فيا وباغيين فيا الخدمه. هو عارف علاش هرب، قالت لي صافي نهبط معاه. هي مشات قالتها لعثمان الخطيب ديالها، غادي نسميه الخطيب ديالها، مشات قالتها ليه، قال لها صافي حطي معاه وانا غادي نستناك في المحطه، هربي منه وجي عندي. هما شنو كانوا دايرين هنايا؟ هو ديك عثمان ملي هبط للدار البيضاء راه ما هبطش بوحدو، مشى قال لهذوك الناس اولا هذاك السيد اللي جا سوى عليه، عيط ليه وقال لي شوف خونا اللي كتبحث عليه راه هابط للدار البيضاء هربان منك. قال لي صافي. هبط مع عثمان للدار البيضاء، وهو ما هبطش غير بوحدو، هبط معاه واحد ربعه ديال الشباب كان كاريهم لهذا الغرض باش يعتديو على داك عبد الوهاب. هي فاش جات وكرات معاه الدار وسلتات ليه فاش هو مشى يتقدى شي حاجه ما ياكلو، سلتات ليه جات عند عثمان خطيبه في المحطه. عثمان شكون معاه كما قلنا؟ هذاك الشاب اللي الاسم ديالو مراد، الحساب ما قال لي عثمان. هذاك مراد ركب معاه في الطوموبيل ديك بوشره وجابها اللي حتى وراتو الدار فين كاريها. صافي نومر الدار شافها مزيان، عرف من يدخل ومن يخرج، رجع المحطه، ركبات هي وعثمان وجاو لطنجه، وهما هذاك مراد مع الرباعه ديالو بقاو تمايا. هادشي اللي كيعرف عثمان وهادشي اللي قال البوليس، وبطبيعة الحال هادو اعترافات كذلك ديال بوشرة ملي زيروها البوليس. دابا خاصنا نطيحو على هاد مراد، مراد فينا هو؟ شكون هو؟ في كيسكن؟ قال ليهم هاد عثمان الاسم ديالو مراد وراه من وجدة، الحساب ما قال ليا. سولوه واش كتعرفو في كيسكن، تعرف مقر الإقامة ديالو، تعرف ليه شي حاجة؟ قال ليهم لا أبدا. بقى كيتفكر مزيان ويقول ليهم أجي بعد هدا، راني ملي كنت كنتلاقى بيه في هذيك القهوه في مدينة طنجة كان كيبان لي مريح مع واحد، يعني انا كنجي كنصبطو، كيقول لي راه غتلقاني عند واحد مول واحد ماشي لوكاسيو، هي بحال المجازة ندير البيع والشراء ديال الطوموبيلات المستعملين. كيريح معاه، كنلقاه داير معاه كرسي ومريح معاه، شادي واحد البريد تاعتي ومريح معاه. كيبان لي انه صاحبو وكيعرفو مزيان، قالو لي مزيان غتورينا هاد مول هاد المجازة ديال الطوموبيلات المستعملة كيبيع شريف يوم. مشاو عند البوليس، سلام سلام، كتعرف واحد الشخص سميتو مراد، اكي داير الاوصاف ديالو بناء الاوصاف اللي عطاه داك عثمان، طويل عامر كذا كذا. قال لهم اه مراد عرفتو، صاحبي هذاك السيد ولد المدينة وجد هذاك، مالو ياك ما كاين باس. قالوا البوليس شوف غتعيط ليه وتقول لي يجي عندك ضروري. المهم اتصل بيه هذاك الشخص، قال لي والو مراد جي عندي ضروري، راني باغيك واحد الغرض مهم كذا كذا. قال لي ما كاين باس، قال لي لا تجي عندي ونهضروا فيه. وما هي الا واحد نص ساعه، لان هذاك مراد واخا ولد مدينه وجده كان ساكن تما مقيم في طنجه، واحد نص ساعه اللي حتى كان عندهم مراد ابان مراد، هما يلقاو عليه القبض ادوه الكوميساريه. صافي هنايا مراد غير شاف داك عثمان عرف الفيلم، صافي تفرش، عارف راسو تفرش. قالوا لي دابا غتتعرف احسن لك، راه نتا مول الفحله، علاش قتلتي عبد الوهاب؟ وشكون الشركاء اللي كانوا معاك؟ وكيفاش نفذتي الجريمه؟ وشنو دافع الجريمه ديالك؟ هنايا هو يعاود لي ما شنو واقع، اشنو قال لي؟ قال لي مودي انا هو المراد هذا بعدا كان تاجر مخدرات، واحد المهرب ديال الحشيش كبير، وكان هو وخوه
الكبار منه ساكنين في هولندا وكيبيعوا شريو تما في الحشيش والمخدرات، وكانوا منضمين لواحد المافيا كبيرة بزاف. قال ليهم هاد عبد الوهاب هذا، انا بصراحة ما كنعرفوش، ما نكذبش ليكم انا ما كنعرفوش، وانما عرفته غير عن طريق شي اصدقاء. قال ليهم هاد عبد الوهاب هذا باللي مشى لهولندا، هولندا تعرف فيها على خويا، خويا بما انه ولد البلاد وكذا كذا يعني تاق فيه، وقال لي جا ريح عندي بما دبرت الى خدمه او شي حاجه. قال لي مرحبا ريحو في الدار، يعني جلسوا في الدار عنده. وخويا كان مستضيف عنده شي دراري اخرين كانوا خدامين معاه في الدومين، ولكن هذا عبد الوهاب ما كانش خدام في الدومين، ولكن هو هذاك خويا كانت في الدار، كانت الفلوس، كان المخدرات، كانت العجب لك حل كاين تمايا، يعني لانه عنصر الثقه، وهذوك الناس اللي خدامين معاه راه خدامين معاه، ما يقدروش يديروا معاه شي حاجه مش ليه. عبد الوهاب هو الوحيد اللي براني، كان كيقول ليه الحسن دبرك على خدمه، هو ما كانش باغي يدخلوا معاه في العالم تاع المخدرات، ولكن عبد الوهاب بحكم انه كان مريح معاه في الدار كيشوف فلوس كثيره كتحط تمايا، ملايين صحيحه ديال بصح، بقى خدام هذاك عبد الوهاب. كما قلنا 10 سنين هو غابر على العائله ديالو، كان مشى لهولندا. هاد 10 سنين قضى غير ما خو هاد مراد هذا، اي خدم فاش ما كان من هنا ومن هنا ومن هنا، شويه دخل معاه في العالم تاع التجاره المخدرات على قد الحال، غير شي حاجه بسيطه بزاف اللي حسن داخل الثقه هذاك الاخ ديال مراد. ولكن ملي طولات العشره بيناتهم ولا كيثيق فيه، ولا يخلي عنده الفلوس، ولا يخلي عنده المخدرات كذا كذا. واحد النهار بات مصباح هذا عبد الوهاب هذا، اشنو دار؟ جمع عليك فلوس كامل اللي كاينه في الدار وملايين صحاح بزاف، يعني خان الثقه، يعني دار فيه الثقه خانو، ضرب كل شيء وهبط، هبط البلاد. هي فاش تلاقى مع داك علي شريكو وبدا كيشري في الاراضي، يشري الاراضي، يبني، يبيع، دار ثروه هائله، والاساس ديال هادشي هذا كامل غير شفره، شافر الفلوس تاع الاخ ديال هذاك مراد، وماشي فلوسه بوحدو داك خو مراد، فلوسه وفلوس العصابه وفلوس كثيره بزاف، وبسبب هاد الشفره هادي وبسبب هاد الفلوس اللي ما قدرش يامن الاخ ديال مراد، صفاتو المافيا تما في هولندا، قتلوه، خوه مات بسبب الشفره ديال هاد عبد الوهاب هذا. صافي هنايا داك مراد ملي سمع الخبر ديال ان خوه صفاو هادي تمايا في هولندا من طرف واحد المافيا ديال المخدرات، وبان واحد الشخص من البلاد ديالو يعني خانو بناء على الهضره ديال اصحابو اللي كانوا عايشين معاه في الدار واللي كانوا شركاء معاه تمايا، بانه واحد الشخص سميتو عبد الوهاب ولا مدينة بكناس عبد الوهاب فلان فلاني كذا كذا، راه هو اللي دا الفلوس كامله، جمع الحصيصه كامله وداها وخلى داك الاخ ديال مراد في مواجهه ديال العصابه اللي هما صفاو عليه. صافي خدا معلومات وعرف بان هذوك الاصدقاء ديال خوه ما عندهم حتى شي علاقه، وبان المتهم الوحيد هو داك عبد الوهاب. قرر انه يمشي يتبعو اللي حتى يلقاه. هو مراد هذا ما كانش خدام مع خوه بصفه مباشره، كان تابع لواحد عصابه اخرى وما كانش كيتلاقى به بزاف، لهذا ما كانش كيعرف عبد الوهاب. ما عليناش، اهبط المغرب بدا كيسول عليه سول عليه سول عليه، اللي حتى لقاه في مدينة طنجة وسمعوا بأنه دار مقاولة وكذا كذا، وتبع هذاك المضاف ديالو سول شي ناس اللي حتى قالوا لي هذاك اللي كيريح في القهيوة راه خدام عنده محاسب، مشى عنده وسولو ولقاه حتى هو حاقد عليه وقال لي غادي نوريك ونوريك أي معلومة عليه، اللي حتى تلقاه وتصافي حسابك معاه. الحساب الأقوال اللي قالوا البوليس عثمان مع بوشرى قالوا حنا ما نسحابوش غادي نقتلو، نسحبوا بينو وبينو شي حساب، غادي يعطي واحد القاتله ديال العصا اولا كيتسالو شي حاجه بغي يحيد عليه، غير هادشي هذا ما قالش لنا حنا كنا باغيين نقتلوه، هادشي اللي قالو في التصريحات ديالو. ما عليناش، مراد قال الاعترافات ديالو وزاد كمل، قال لهم هذيك الليله فاش جا هذاك عبد الوهاب للدار بيضاء مع بوشرى، بقينا حنا كنتسناو هاد مراد مع الرباعه ديالو في المحطه، اللي حتى جات بوشرى، جات ركبناه في الطوموبيل وجات وريتنا الدار. صافي رجعت المحطة، ركبت مع عثمان ومشاو في حالاتهم ودورت معاهم مزيان. من وراها شنو درنا؟ جينا هذيك الليلة بغينا نصفيو عليه، ولكن الزنقة كانت عامرة ما قدرناش نهجمو عليه. المهم درنا هنا درنا هنا والو، ما قدرناش كيفاش نهجمو على الدار ونصفيو عليه. كان هاد مراد وأربعة ديال الناس خرين مزيان. اليوم موالي مع جوي هذيك العشرة تسعود وخمسة وأربعين دقيقة بحال ما هكاك، يعني عشرة إلا ربع بحال ما هكاك، جينا بقينا سامرين اللي حتبات لينا الزنقة خاوية، وهو داك عبد الوهاب بالينا خرج ورجع
الرياء مقدم هذا شي حاجة في الدو، يعني خبز لحام يعني خضيرة لوازين ديال العشاء ديالو، باغي يصاوب الشيوة ديالو. المهم كيف هو دخل، حنا دخلنا عليه باقي ما سدش الباب موراه كاع، دخلنا عليه دفعناه دخلنا وسدينا الباب من ورانا، ما سدينا الباب ما عطيناش فرصة فين يتكلم. زيرته انا هذا مراد كيهضر، وواحد من هذوك الرباع ديولو شدو وقتلو طعنو بعدة طعنات من الخلف، وضربو واحد ضربة اخرى العنق ديالو بطعنة اللي حتى صفاو ليه تمايا، خلوه مرمي تمايا، مسحو البصمات اللي كانوا على الباب بوانية وداكشي اي حاجة قاسو تمايا وخرجو. خرجو شافو هنا شافو هنا ما كاينش شي واحد، لادو الفرار. هادشي اللي كاين وامام هاد الاعترافات هادي ديال مراد، جابوا هذوك الربعة اللي كانوا شركاء ديالو داهم باش يقتلوا مع هذاك عبد الوهاب ودور معاهم. اما بالنسبه للاحكام، هذاك مراد تحكم بالمؤبد، وهذاك الشخص اللي قتل عبد الوهاب تحكم تاهو بالمؤبد، وهذوك الثلاثه الاخرين تحكموا ب 30 عام 30 عام 30 عام، بينما هذيك بوشرى مع عثمان تحكموا بعامين عامين. ايوا هذه النهايه ديال الحلقه ديالي ديال اليوم، تحيه خالصه مني لكم جميع المتابعين الاوفياء للقناه، والله يرحم لكم الوالدين على حسن الإصغاء والمتابعة. دمتم أوفياء القناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.